إخواني وأخواتي الأعزاء، الرب يبارككم والرب يحفظكم ورب يملأكم بالسلام وبالإبداع وبالجمال الغير محدود. أرسل لكم حبي وأرسل لكم سلامي وتحياتي لكل الذي يشاهدني، وأقول لك أخي وأقول لك أختي، أنا أحبكم كثيرا كثيرا. نحن روح واحدة، ونحن فكر واحد، ونحن مصير واحد، وحياتنا تتطور إلى الأفضل باستمرار. حياتنا تصبح أجمل وأجمل 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 وأجمل. أبدا 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 لا تؤمن أنك تعيش الظروف السلبية. الظروف السلبية وهمية، الظروف السلبية ليست حقيقتك، الظروف السلبية ليست طبيعتك. حقيقتك أخي وأختي، أنت ضوء، أنت جمال، أنت محبة. افرح، ارقص. ممكن تستغرب تقول كيف أستاذ تقول افرح ارقص وأنا وضعي كذا وضعي كذا وضعي كذا؟ هذه الأوضاع السلبية التي ربما أنت تعيشها هي من صنع البشر، من صنع الجهل، من صنع العقل المادي المحدود. وهذه الظروف السلبية يجب أن تعرف أن فيك كل القوة، كل القوة من أجل أن تنتصر في حياتك على هذه الظروف. عندما تعرف وعندما تدرس علوم الميتافيزيكس، رسالتي، نصيحتي، ادرس، تخصص في علوم الميتافيزيكس. رسالتي، نصيحتي مرة أخرى، ادرسوا إخواني وأخواتي، تخصصوا في علوم الميتافيزيكس. نحن الآن في نقطة مهمة جدا جدا نتحول فيها إلى وعي جديد، نعيش وعي جديد. نحن نسافر، نبني أكوان جديدة، نصعد إلى الأعلى. والأكوان الجديدة التي نبنيها، أنت لا تستطيع أن تسافر، لا تستطيع أن تصعد ما لم تفهم وتعرف علوم الميتافيزيكس. علوم الميتافيزيكس تعتمد اعتمادا مهما مركزيا رئيسيا على مبدأ واحد، وهو هذا المبدأ: انعدام الزمن والمسافة، البعد الرابع. ممكن تسميه قسم يسموه البعد الخامس، سميه بما شئت، البعد الرابع، البعد الخامس، العقل الكوني، لكن يحتاج أن تفهم ما معنى انعدام الزمن والمسافة. الإيتيز، هذه الكائنات، والتي أيضا وضعنا حلقات مهمة جدا 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 شاهدها حول الإيتيز، هذه الكائنات تعيش حياتها من انعدام الزمن والمسافة. وهناك اتصالات عظيمة الآن ما بين البشر وكائنات الإيتيز، اتصالات جدا عظيمة. كائنات الإيتيز تدرس علوم الميتافيزيكس، كائنات الإيتيز مركز حياتها في دراسات علوم الميتافيزيكس. نجاحك يعتمد على مدى فهمك لعلوم الكون، وعلوم الكون تعتمد أساسيا مركزيا على مبدأ انعدام الزمن والمسافة. هذا الكونسبت، هذا المصطلح، انعدام الزمن والمسافة، موجود فيك في العقل الباطن،
هذه الحلقة تغير كل حياتك كلها. هذه الحلقة تغير حياتك فكريا، عاطفيا، نفسيا، بكل جوانب حياتك. هذه الحلقة مميزة جدا جدا جدا، نتناول فيها مناقشات أحد أعظم علماء الميتافيزيكس توماس تروارد في كتابه محاضرات أدنبرة. وضعنا من مناقشاتنا لهذا الكتاب 6 مناقشات أو 6 محاضرات موجودة على شكل قائمة مشاهدة في قناتنا هذه أمامك، 6 فيديو. هذه قائمة مشاهدة، لاحظ هنا أنا، هذا في قناتنا قائمة مشاهدة توماس تروارد في علوم الميتافيزيكس، مناقشات كتابه محاضرات أدنبرة. مهم جدا 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 هذه المناقشات، مهمة جدا 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 جدا. لكن هذه المناقشات محاضرات أدنبرة حقيقة جدا أيضا أدفانس، هي لطلاب الصف الثاني الذين يدرسون علوم الميتافيزيكس، متقدمة في محتواها. وهو حتى في هذا الكتاب، كتاب محاضرات أدنبرة، التيرمز المصطلحات جدا واسعة جدا متقدمة. فهذا هو الجزء الرابع أو الفصل الرابع من كتابه، يعني في هذه المحاضرة، وأبدأها بسؤال سئلنا، بسؤال سئلنا، نقرأ السؤال لأن هذا السؤال مهم. أشكر صاحب السؤال، هو متعلق حقيقة بالقوى الكونية. دعونا نقرأ هذا السؤال. السؤال، سؤال أحد المتابعين: هل العقل الباطن هو طاقة ذكية أي مركز الله؟ وهل أول مرحلة لكي نتحد في تلك الطاقة الذكية؟ وهل أول مرحلة لكي نتحد في تلك الطاقة الذكية يجب أن أكون أنا الله؟ ومن ثم أبدأ بتحفيز تلك الطاقة يوميا في حالة تماما ماء بالماء، أصبح متحد معها وأكون شخص ذكي تماما، أي حينها أصبح أنا الله، الذكاء الغير محدود، أليس كذلك؟ هذا هو السؤال. أنت أولا أو ثانيا أو ثالثا تكون الله أو لا تكون الله، أو تعيش من العقل الباطن أو تعيش ماء في الماء، طاقة ذكية، هذه الأسئلة. أنت بدأت بالافتراضات، الجواب بدأت بالافتراضات وبدأت بالتخمينات. حياتنا تعتمد على مجموعة من العوامل، تعتمد على المشاعر، على الأحاسيس، على العقائد التي تربيت عليها. يعني أقصد أنت لا تستطيع مباشرة وتقول أها أنا الله أنا الله أنا الله أنا قوة أنا قوة، غير ممكن، it's impossible. لماذا؟ لأنك أنت أساسا تربيت على عقائد، تربيت على مشاعر، أحاسيس، انفعالات. هذه نقطة. النقطة الثانية التي هي جدا مهمة، أنك مرتبط بدون أن تشعر. لاحظ، مرتبط، وهو يوضحها توماس تروارد. أعطوني فرصة لكي أوضح. أنت بدون أن تشعر، أنت مرتبط بقوة، انتبه إلى كلامي، مرتبط بقوة، انتبه مرة أخرى، مرتبط بقوة بدون أن تشعر، بالعقل المادي أو يسمى العقل الواعي. العقل الواعي هو الذي 95%
يحدد حياتك بدون أن تشعر، وبالتالي يحدث الفشل، تحدث الأمراض، وتحدث المخاوف والفقر بسبب أن الإنسان بدون أن يشعر. العقل المادي هو يوضحه توماس تروارد، سوف نقرأ، لأن هذا شيء مهم أنك تفهم العلاقة. العقل الواعي يلعب، والعقل الباطن هو الله كما سوف تتعرفون. العقل الباطن الله، لكن المشكلة أن هذا العقل الباطن الذي هو الله محدد من مشاعرك، أحاسيسك، محدد من العقل المادي الذي هو 95% الذي يقرر حياتك. دعني أوضح أكثر ماذا أقصد. آتي لك بهذا الكأس، أسألك السؤال، أسألك سؤال، أقول لك: هل هذا كأس لشرب الماء أو لشرب الشاي؟ ماذا يكون جوابك أنت؟ أنت يكون جوابك نعم، أنت جوابك يكون نعم، هذا كأس لشرب الماء أو الشاي، يعني أنت توافقني. لماذا قلت نعم؟ لماذا لم تقول كلا هذا ليس كأس شاي؟ لأنك أنت سمعت ورأيت وتعودت على أن هذا الشكل وهذا التصميم وهذه المسكة يعتبر إناء أو وعاء لشرب الماء أو لشرب الشاي، فأنت وافقته. لكن هذا غير صحيح. عندما أتيك الآن وأقول لك: أخي العزيز، هذا ليس كأس، إذا أقول لك، أنا أجيبك، أقول لك: هذا ليس كأس، أنت ترفض، تقول: كيف تقول يا أستاذ هذا ليس كأس؟ هذا كأس. كيف اقتنعت أن هذا كأس؟ أنت اقتنعت بدون أن تشعر، أنت اقتنعت بدون أن تشعر، أنت اقتنعت بدون أن تعرف لماذا أنت اقتنعت أنه كأس، بدون أن تشعر أنت وافقته. وهنا اللعبة، هنا المصيدة، هنا النجاح، هنا الفشل. إذا توافق على شيء وتقتنع به وتقبله، العقل الباطن يقوم بالاشتغال اعتمادا على ما اعتقدت به. بمعنى، عندما تقول: أنا الله، أنا قوة عظيمة، أنا قوة جميلة، أنا قوة رائعة، أنا النشاط، أنا الحب، أنا الله، أنا الله، أنا الذكاء، هذا لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن العقل المادي إذا يرفض فهذا يصبح مجرد كلام. لماذا العقل المادي يرفض؟ لأنك أنت نشأت ومنذ طفولتك يقولون لك: أنت محدود، أنت لست الله، أنت عبد الله، أنت تحاسب يوم القيامة، أنت 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 أنت. ومنذ طفولتك أنت تشاهد الأخبار السلبية وتشاهد العوامل الاقتصادية السلبية والعوامل الاجتماعية. كم مرة في حياتك شاهدت بعينك أو سمعت مصطلحات الحرب؟ كم مرة؟ مرات عديدة. أنت هنا تخزن، بمعنى توافق، تقبل، وكلما توافق وتقبل تصبح شخصيتك، تصبح حقيقتك. فعندما أنا أأتي إليك وأقول لك: ليس هناك موت في الحياة، الموت خدعة، بالطبع أنت ممكن لا توافقني. وعندما أقول لك:
نحن الآن في نقطة مهمة نذهب إلى أعماق الكون، يعني الجنس البشري في نقطة حساسة الآن نذهب إلى أعماق الكون. عندما أقول أعماق الكون يعني ما بعد المجرة، ما بعد المجموعة الشمسية وما بعد مجرة التبانة، إلى أعماق أعماق الكون، ونبني حضارات. البشر سوف يصممون مركبات سريعة جدا، مركبات سريعة جدا تقفز بنا هذه المركبات إلى أعماق الكون بمساعدة الإيتيز. هل أنت تقتنع؟ ممكن لا تقتنع. لماذا لا تقتنع؟ لأن البيانات المخزونة في عقلك الباطن لا توافق على هذا الكلام. وهنا تستخدم مسألة العقل الباطن والعقل الواعي على اصطياد الناس وعلى اصطيادك بدون أن تشعر، بدون أن تشعر يصطادوك، بدون أن تشعر يصطادوك. كيف يصطادوك؟ عن طريق تغيير الأخبار وترديد الأكاذيب، ترديدها باستمرار 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 تصبح حقيقة. فعندما تصبح حقيقة تكون جزء من حياتنا. كم مرة سمعت بترديد كلمة الموت؟ كم مرة سمعت بترديد كلمة المرض؟ كم مرة سمعت بترديد كلمة الخوف؟ هذه كلها أنت تسحبها، تعيشها كحقيقة. فعندما أتيك أقول لك ليس هناك مرض أنت لا توافقني، وعندما أقول لك ليس هناك موت أنت لا توافقني. هناك تجربة مهمة جدا، لاحظ الصيدة، لاحظ كيف الاصطياد. هذه تجربة مهمة جدا 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 سوبر جدا. سوف أقرأها من كتاب. هناك ظاهرة بدأت، هذه الظواهر ظواهر الإيتيز، كائنات الإيتيز تحلق فوق أمريكا والناس يروها. إيتي حقيقي تحلق فوق أمريكا، ناس بأعينهم يشاهدوها، يعني يمشون الناس في الشارع ويرون إيتيز ويبدأون يتكلمون في الجرائد في الصحف. لكن الآن ماذا يحدث؟ يأتي شخص محترف. سوف نقرأ هذا من كتاب، مهم جدا جدا أن تفهم هذا. يأتي شخص محترف ويكرر أن الإيتيز، يكرر كلام في الإذاعات في الجرائد، يكرر كلام أن الإيتيز غير موجود أساسا، الإيتيز غير موجود. ثم يكون شيء آخر، كل الذي يقول أنا رأيت إيتيز يستهزئ به. نقطتين. يأتي شخص محترف، هذا في أمريكا سوف نقرأه، في الخمسينيات من القرن الماضي، ناس بالشارع، أنت تمشي في الشارع وترى إيتيز، ناس يعني شاهدوها كثير كثير وبدأوا يتحدثون. يأتي شخص محترف بمسألة العقل الواعي والعقل الباطن، محترف بروفيشنال، ويغير القصة الحقيقية ويجعل الناس أنهم متهيئ لهم أنهم يرون إيتيز. ما بالك الآن؟ بمعنى أنت ترى إيتيز لكن بعدها أنت تنكر على نفسك أنك رأيت إيتيز، يعني أنت ترى إيتيز، تراه هو يحلق، لكن بسبب الصنعة، صنعة الكذب، لأن صنعة الكذب فيها حرفة، يجب أن تعرف أن صنعة الكذب فيها حرفة كبيرة. فيأتون في الجرائد وفي الإذاعات يقولون الإيتي غير موجود غير موجود غير موجود، ويبدون بالاستهزاء بكل من رأى إيتيز. فالناس عندما يرون إيتيز حقيقي
أوتوماتيكيا يتحدث مع نفسه ويقول لا هذا ليس إيتيس. أنا متهيئ أنني رأيت إيتيس. فأنت يجب أن تعرف هذه الأمور، يعني هذه الأمور ليست بمباشرة أن نقول ها أنا الله أنا الله وتنتهي المعادلة. دعونا نقرأ، وأشجعكم طبعا أن تشاهدوا حلقاتنا في مسألة الإيتيز من هذا الكتاب Unacknowledged. وضعنا حلقات مهمة جدا جدا تكشف في هذه الحلقات صناعة مزورة، صناعة إيتي مزور، يعني إيتي بشري يريدون إطلاقه على الناس من أجل تخويف الناس، من هذا الكتاب Unacknowledged للدكتور ستيفن غرير. فنقرأ من هذا الكتاب هذه الفكرة، كيف أن الناس يرون الإيتيز لكن بعدها يقومون يشكون بأنفسهم، لأن هذا المحترف أتى وغير القصة. ننتبه الآن، هذا شيء جدا جدا مهم يجب أن تعرفه، أن العقل الواعي والعقل الباطن، يجب أن تفهم الهندسة، أن العقل الواعي والعقل الباطن محاصر أيضا بالأخبار، ومحاصر بالتربية الاجتماعية والطفولة التي عشتها والكتب التي تقرأها والمناظر التي تشاهدها والأصوات التي تسمعها. فدعونا نقرأ هذه القصة من كتاب Unacknowledged. هذا أمامك، هذا كتاب Unacknowledged نسخة الكندل Unacknowledged الدكتور ستيفن غرير. وأذهب مباشرة إلى، لأن أنا واضع 491 موقع، أذهب مباشرة إلى 491 أقرأ من هناك. Location 491. أوكي، الآن نقرأ من الأسطر الأخيرة. هذا يقول، هذا في الكتاب يقول: The Yetis were flying over the skies of America. الإيتيز يحلقون فوق أمريكا. Sometimes in أنا أقرأ باللغة الإنجليزية وترجم، يعني sometimes in formation and before thousands of witnesses. يقول إيتيز يحلق فوق أمريكا، وsometimes in formation يعني بالظهور، formation يعني بالظهور المادي، فأنت تتمشى في أمريكا وتراه. يأتي شخص بروفيشنال في صنع الخدع يغير، يعني أنت ترى إيتي، أنت تقوم تعتقد أنك تتخيل هو هكذا يعمل. دعونا نكمل. فإذا thousands، يقول thousands of witnesses، يشاهدها آلاف من الناس. الآن يقول how do you hide that، how do you hide that، كيف تخفي هذا أو كيف تغير هذه هذا الواقع. The answer is the mind hides. الجواب العقل هو يخفيه. يعني أنت ترى الإيتيز، كيف تنكر أنك، يعني كيف تقوم لا تصدق أنك ترى الإيتيز، كيف أنت تكون لا تصدق أنك ترى الإيتيز؟ العقل نفسه يقوم بإعطائك إشارة أنك متوهم. لاحظ كيف. In an Orwellian twist it was found from past psychological warfare affords that if you told a lie often enough and the lie is repeated by respected authority figures, the public will believe it. كيف تقوم بالتشكيك بنفسك أنك هذا الإيتي الذي تراه خيال؟ يقول عن طريق جلب
شخصية موثوق بها، وهذه الشخصية الموثوق بها يعني دكتوراه في علوم النفس أو عالم من علماء الاقتصاد العظماء، ويطرح لك أو يطرح يعني في الإذاعات يقول إن الإيتيز خرافة وغير موجود. فالناس بدون أن تشعر تقول أها، لأن هذا لديه دكتوراه في علوم النفس، أو لأنه لديه دكتوراه في علوم الاقتصاد، إذن نحن هذا الإيتيز غير موجود. زائدا يقول repeated ويكررها مرة مرتين، الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود، وهذا دكتوراه في علوم النفس، دكتوراه في علوم النفس قال كذا، دكتوراه في علوم النفس. طيب ماذا لو يكون 10 دكتوراه في علوم النفس يقولون الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود، كله وهم وهم وهم. زائدا الاستهزاء بكل الذي يرى الإيتيز، الاستهزاء، فأنت ترى إيتيز لكن تشك، تشك، تقول ممكن أنا لم، هذا غير صحيح، هذا غير موجود. تعالوا نستمر. يقول one of the masters of psychological warfare during World War II was put in charge of this diversionary tactic in the late 1940s, General Walter Bedell. هذا والتر بيدل، أعطوه والتر بيدل في نهاية الأربعينيات، أعطوه هذه المهمة أنه يغير الوعي البشري، أن الناس لم يروا إيتيز، أو عندما يروا إيتيز الناس نفسهم يعتقدون أنهم يتخيلون، فأعطوه هذه المهمة. جنرال والتر بيدل اسمه الكامل، والتر بيدل سميث، helped coordinate the psychological warfare components of this ET problem and launch the big lie. أعطوه هذه المهمة، أن يغير الرؤية الحقيقية، الناس الذين يرون الـ ET يغير رؤيتهم، يعني هم يقومون بالشك بأنفسهم. وفي الكتاب يقول وبدأ بتكوين كذبة كبرى حول اليوفو والإيتي. ما هي الكذبة؟ الكذبة أن اليوفو والإيتي غير موجود غير موجود، وبما أنه مصدر موثوق به لكن هو صنع كذبة، لكن الناس لا تعرف هذه الأمور، الناس لا تعرف عقل واعي، عقل باطن، سيكولوجيا، لا تفهم. فيقول UFO even though thousands of people had reported seeing them didn't exist. الكذبة هي على الرغم من أن، لاحظ الكذبة، على الرغم من أن آلاف الناس شاهدوا اليوفو، اليوفو غير موجود. على الرغم من أن آلاف الناس شاهدوا اليوفو، اليوفو غير موجود. لاحظ الكلمة أو لاحظ السطر، على الرغم من أن آلاف الناس شاهدوا اليوفو، اليوفو غير موجود. يعني لو أنت تشاهد يوفو إيتي حقيقي، أنت بدون أن تشعر تقول هذا غير موجود، أنا أتخيل. يقول هنا الآن for every sighting which made its way into the public eye there would be an official denial and worse ridicule of the observers themselves. يقول بعدها ماذا حدث؟ أي شخص يشاهد اليوفو يقومون بالاستهزاء به ويقولون اليوفو غير موجود. إذن استهزاء، يوفو غير موجود، استهزاء. يعني أنت تأتي تقول مثلا أنا شاهدت 10 يوفو، مباشرة يجعلوك ممكن محل استهزاء، وأيضا يقولون اليوفو غير موجود، هذا شخص مجنون، هذا شخص يتهيأ له عن طريق الجرائد، الإذاعات، لقاءات، والناس تسمع 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 تسمع. هو ماذا يحدث؟ هو هذه الكذبة المصطنعة تتحول إلى حقيقة في العقل الباطن، فالعقل الباطن يصدق بها. لماذا؟
لأن العقل الباطن ليس له قابلية على أن يحلل، وهذا ذكره توماس تراورد كثيرا، وذكره أيضا علماء نفسيون آخرون. العقل الباطن يسجل لا يحلل. من الذي يحلل؟ الذي يحلل العقل الواعي. فهنا العقل الواعي يستلم إشارات أن اليوفو غير موجود، ويستلم إشارات أيضا أن كل الذي شاهد اليوفو يستهزئون به، فالعقل الواعي يأخذها كحقيقة أن اليوفو غير موجود، أنت بصورة وبدون أن تشعر تنظر إلى اليوفو وتقول اليوفو غير موجود. لأن هي في هذه العملية هم ماذا وضعوا؟ وضعوا نقطتين. يجب أن تعرف أن الكذبة فيها احتراف، يعني علم صنع الأكاذيب فيه احتراف. ففي هذه الكذبة هناك نقطتين. النقطة الأولى تردد الكذبة أكثر من مرة وتستهزئ، تردد الكذبة تستهزئ، تردد الكذبة تستهزئ، تردد الكذبة تستهزئ، الناس يأخذوها كحقيقة، فيعتبر كل الذي يرى يوفو مجنون، لكن هو هذه ليست حقيقة. اليوفو يحلق فوق في كل مكان والناس يشاهدوه، لكن يبدأ الإنسان يشك بنفسه. فنفس الشيء عندما تأتي وتقول أنا الله، أنت تشك فيها، وعندما تقول أنا قوة أنت تشك فيها، وعندما تقول أنا صحة عظيمة أنت تشك فيها بسبب المجتمع وبسبب الأكاذيب وبسبب الفلسفات السلبية التي عاشتها البشرية 6000 سنة. فدخلوا إلى الإنسان أكثر وأكثر عن طريق الدين، قالوا لك يوم القيامة والرب يعاقبك، الله معاقب مثلا. بعدها دخلوا عليك من العامل الاقتصادي، الظروف صعبة والاقتصاد صعب، ثم دخلوا عليك من العامل السياسي، ودخلت عليك عائلتك والمجتمع. يسجل 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 يسجل، ماذا أصبح الإنسان بعدها؟ بعد 6000 سنة من التسجيلات الخاطئة أصبح الإنسان محدود، كئيب، حزين، يتمرض، يصاب بالفقر بسهولة وينخدع بسهولة. هل تعرف أن الإنسان ينخدع بسهولة عن طريق الأخبار؟ جدا. أو يشك 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 إذا يسمع أشياء ما فوق البعد الثالث. فهذه أنت يجب أن تعرفها، يجب أن تفهم هذه الأمور. فمن هذه المقدمة نقرأ ما يطرحه المفكر العظيم توماس تراورد حول هذه المسألة، جدا جدا حقيقة نقاط مهمة في كتابه هذا الكتاب. لاحظ توماس تراورد محاضرات أدنبرا، وأذهب إلى الفصل الرابع. أنا هنا. A further considerations regarding subjective and objective mind. ملاحظات أخرى حول العقل الباطن والعقل الواعي. نبدأ. يقول: An intelligent consideration of the phenomena of hypnotism will show us that what we call hypnotic state is the normal state of the subjective mind. مهم هذا. كل القراءات وكل الحوادث التي تسمعها هي تصبح الحقيقة المطلقة للعقل الباطن. يعني عندما نردد باستمرار أنت الله 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 الله، ووالدك يقول لك أنت الله، والجرائد تقول لك أنت الله، والناس يتكلمون أنت الله، أنت تصبح قوة.
هذا مهم أنت أن تعرفه. عندما يقولون لك السفر صعب، السفر صعب، السفر صعب، 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 انظر فلان فشل، انظر فلان فشل، انظر فلان لم سافر ورجع، والغربة 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 والحياة صعبة والإقامة صعبة والجنسية صعبة، يصبح لك اقتناع السفر صعب وهكذا. هذا مهم. فهذا هو النورمال ستيت، يقول النورمال ستيت، النورمال ستيت يعني الطبيعة، الطبيعة التلقائية للعقل الباطن، إنه يسجل، يسجل القراءات، يسجل الأحداث، يسجل، يسجل مختلط الأكاذيب وغير الأكاذيب، يسجل المادة، يسجل الروحانيات، يسجل علوم الميتافيزيكس، يسجل الفقر، كل شيء يسحب. يقول it always conceive of itself in accordance with some suggestion conveyed to it. فهو يبني نفسه العقل الباطن عن طريق ماذا أنت تلقي أو تملأ به عقلك الباطن. واضح؟ either consciously or unconsciously to the mode of objective mind which governs it. وانتبه الآن، هذا يجب أن نفهمه. لاحظ، أريد فقط أن يعني أن أعمل print screen لأن هذا مهم الكلام، هذا مهم، فعملت له print screen لكي تعرف الأمر. إنه ماذا يقول هنا؟ أريد، يقول إن عقلك الباطن هو يستجيب، يستجيب هنا، أنا أريد أن أكبر هذا، يستجيب أما بصورة تشعر بها أنت أو لا تشعر بها طبقا إلى مزاج، أو ممكن نسمي المود، سيطرة، سيطرة العقل الواعي، ركز عليها، الذي يحكمه. لاحظ، إذن الذي يحكمه بصورة واعية، يجب أن تعرف بصورة واعية أو غير واعية، to the mode of objective mind which governs it. إذن أنت بدون شعور أو شعور العقل الباطن يسجل. فأنا في بداية الحلقة عندما قلت لك هل تؤمن أو هل تعتقد هذا كأس، أنت مباشرة تقول نعم هذا كأس، لأن هذه الصورة موجودة في عقلك الباطن فأنت وافقته. الآن نأتي إلى القصة التي ذكرناها في هذا الكتاب، كتاب Unacknowledged. Unacknowledged. الناس رأوا ETs، العقل الباطن سحب أنه رأى ETs، لكن يريدون أن يغيرون هذه النظرة، بدأوا ببث الكذبة أن الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود، غير موجود، غير موجود، غير موجود. سحب العقل الواعي مرة أخرى بيانات جديدة أن الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود، الإيتي غير موجود. فأنت اقتنعت، حتى إذا رأيت إيتي أنت تقول أنا متوهم، لأن هو العقل الباطن يسجل سواء أنت تشعر أو لا تشعر، لأن الذي يحكم العقل الباطن هو العقل الواعي. وبالتالي هنا المسألة أن العقل الواعي والعقل الباطن، ومع الأسف أقول هذا، استخدموه بعض الناس الاحترافيين في تخريب الناس. كيف؟ أعطيكم مثال.
كيف؟ يعني أمثلة كثيرة في التاريخ، كثيرة كثيرة كثيرة، جلبوا الناس يحاربون بعضهم البعض الآخر، إنسان يكره إنسان آخر عن طريق الدين بسبب الدين، وإنسان يحسد إنسان آخر، وإنسان يتمرض، من الأمثلة مثلا والتي هي كثيرة تأتي على بالي. حرب، هناك حرب حدثت بين العراق وإيران، أوكي؟ خميني الجانب الإيراني يبثون الحكومة، يعطون للجيش الإيراني أنه إذا يقتلون العراقيين فهؤلاء الجنود الإيراني يذهبون إلى الجنة، وخميني أعطاهم مفتاح الجنة، واعتبروا العراقيين كفار كفار، فبدأت الحكومة ترمي بهذه الحيلة، وترى جيش إيراني يذهب، الذي يقتل والذي يعني أما إيراني يقتل أو يقتل عراقي، هذا الجانب الإيراني، وذاهبين إلى الحرب ويقولون يا حسين يا حسين يا حسين، لاحظ الكذبة كم هي كبيرة. هذه واحدة. من الجانب العراقي أيضا كذبة. الجانب العراقي ماذا عمل صدام حسين؟ صدام حسين عمل كذبة أخرى. ماذا قال؟ قال على الإيرانيين مجوس، عباد النار. فالعراقي، لأنه هو لم يدرس، لا يعرف هذه السيكولوجيا، العراقي حفزوه على أن يقتل إيراني، لأن العراقي قام بالاعتقاد أنهم هؤلاء مجوس، والإيراني قام بقتل العراقي، لأن الإيراني قام بالاعتقاد أن العراقي كافر، وهو الشعب العراقي والشعب الإيراني أبرياء مساكين أو ناس بسطاء، زجوهم بهذه الحرب. لم أنتهي بعد، يجب أن تعرف هناك طرف ثالث. الطرف الثالث ماذا عمل؟ الطرف الثالث تجار الحروب. ماذا عملوا تجار الحروب؟ أزالوا الشاه من السلطة، أتوا بخميني الذي هو متعصب جدا 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 دينيا وفكريا، تعصب، ودمر إيران تدمير. وهذا صدام أيضا، أتوا بصدام، فأصبح اثنين، وبدأت المناوشات السلبية. هذا يعني صدام يهاجم خميني، وخميني يهاجم صدام، وصدام يهاجم خميني، حرب. في نفس الوقت السيكولوجية، يعني علوم السيكولوجي أو يعني هذه المسألة العقل الواعي والعقل الباطن، تستخدم أيضا من أجل نشر المحبة ونشر الحب وبناء السلام. أنك مثلا تهدي إلى هندوسي وردة تقول له أنا أحبك، أو تهدي إلى مسيحي وردة تقول له أنا أحبك، أو تهدي وردة إلى يهودي تقول له أنا أحبك. ماذا يحدث الآن؟ هذا الحب والوردة تخزن في العقل الباطن، فيصبح حب، يصبح سلام، يصبح إبداع، يصبح جمال، يصبح تطور، فهي تستخدم يعني قوة العقل الواعي والعقل الباطن في اتجاهين، بالاتجاه السلبي وبالاتجاه الإيجابي، بدون أن يشعر الإنسان أنه هو تحت هذه السيطرة، بدون أن يشعر في عاداته وفي أفكاره. وطبعا بالتالي يتكون النظام السلبي والنظام الدكتاتوري، ويتكون النظام العشائري، ويتكون الظلم، ويتكون الفرح، ويتكون الثراء، ويتكون الفقر، ويتكون الموت، وكل شيء يتكون عن طريق يعني هذا الربط أو هذه المفاهيم، العقل الواعي والعقل الباطن. لماذا أنت
تتكلم اللغة العربية أو تشاهد يوتيوبات أو برامج باللغة العربية. لماذا لا تشاهد يوتيوبات باللغة اليابانية؟ لأن العقل الباطن مخزن فيه. قواعد وأصول اللغة العربية لأنك أنت نشأت في حضارة عربية. والياباني لماذا لا يشاهد برامج باللغة العربية؟ لأن عقله الباطن مخزن فيه حضارة أصول وقواعد اللغة اليابانية. وهكذا نكمل. هنا الآن ماذا يقول؟ يقول and it gives rise to the corresponding external results. لاحظ، والأولوية تكون إلى الظروف الخارجية التي يعيشها الإنسان. فأنت عندما تشاهد برنامج يتكلم حول الحروب مثلا، بالطبع أنت تكون في فكر الحروب. وعندما تشاهد برنامج حفلة موسيقية و مطرب يغني، أنت تكون مع هذا. هو يريد أن يقول أنه مدى قوة العقل الواعي في السيطرة علينا بدون أن نعرف. لكن عندما أنت تعرف هذا، الآن فهمت المعادلة، فلا تصبح أنت تحت الصيدة. لا يصيدك لا فيروس ولا خوف ولا تعب ولا فقر، إذا فهمت هذا الترابط. يقول هنا الآن The abnormal nature of the conditions induced by experimental hypnotism is in the removal of the normal control held by the individual's own objective mind over his subjective mind and the substitution of some other control for it, and thus we may say that the normal characteristic of the subjective mind is its perpetual action in accordance with some sort of suggestion. ما هي مهمتنا الآن؟ ما هي مهمتنا؟ أنت لو سيكولوجي إيجابي على سبيل المثال، مهم هذا. مهمتك أنت أنك تدخل في عقل باطن المريض مثلا، الذي يؤمن بالخوف، الذي يؤمن بالمرض، أو الذي يقول أنا مريض بالقلب، أو الذي يخاف، وتغير المحتويات. مثلا شخص يأتي إليك يقول لك أنا مريض بمرض القلب والطبيب الفلاني قال كذا وهذه التقارير. فأنت مهمتك كاختصاص، كبروفيشنال، بروفيشنال إيجابي ليس سلبي، يعني أنت تساعد الناس، لا تصنع الأكاذيب، أنت تساعد الناس. فمهمتك أنك أنت تزيل هذه الإيمانات. لكن مهمة صعبة، وفي بعض الحالات أيضا طريقة أخرى سوف يقولها، أو هو تحدث سابقا، نحن وضحناها، يعني أنك ممكن أنت عن طريق عقلك الباطن تتصل مع عقله الباطن وتغير المحتويات. هذا يسمى التليباثي. يعني هو يأتيك شخص يقول لك أنا مصاب بالخوف، مصاب بالمرض، مصاب كذا كذا كذا. أنت مهمتك كسيكولوجي إيجابي أو ك مختص بعلوم الميتافيزيكس انك تغير محتويات عقله الباطن. هكذا. اما عن طريق النقاشات ممكن لا يقتنع، او انك ترتبط من عقلك الباطن الى عقله الباطن، لان العقل الباطن للبشرية كله متحد. العقل الباطن للبشرية متحد عن طريق العقل الكوني. يعني انت من عقلك الباطن تصعد إلى العقل الكوني، ومن العقل الكوني تدخل إلى عقله الباطن. أوضحها. ها
هذه هذا باء يعني باطن، باطن واحد الإنسان الأول، وهذا باء الإنسان الثاني، وهذا باء الإنسان الثالث. أوكي، فأنت مثلا أنت هنا، هذا أنت، أنت الإنسان الأول. فأنت عن طريق كاف العقل الكوني، هذا الكوني، تذهب هنا وتتصل بهذا الشخص، وتتصل بهذا الشخص عن طريق العقل الكوني. لاحظ، تتصل بهم أيضا، تغير، تقوم بتغيير المحتوى، تغير محتوى هذا وتغير محتوى هذا. واضح؟ هنا الآن يقول It becomes therefore a question of the highest importance to determine in every case what the nature of the suggestion shall be and from what resource it shall proceed. ولهذا يقول فالمسألة المهمة جدا جدا، هذه مسألة جدا مهمة، أن العقل الباطن من أي مصدر يستلم المعلومات، من أي جهة. فأنت عندما تنهض صباحا، ما هي جهة معلوماتك؟ سياسية، اقتصادية، تسمع الفقر، أخبار حول الفقر أو حول الفيروسات، تسمع أخبار في الميتافيزيكس، لأنه أنت تستلم. لاحظ ماذا يقول، جدا مهم. It becomes occur. It becomes therefore a question of the highest importance. من أهم النقاط. To determine in every case. في كل حالة، في كل نقطة. What the nature of the suggestion shall be and from what source it shall proceed. من أي مصدر. فمثلا لو نحن نتجمع في مدينة، مثلا نحن طلاب علوم ميتافيزيكس 100 شخص، ونكون لنا دولة مستقلة بنا، على سبيل المثال مدينة صغيرة مستقلة بنا، تصور هذا، والتي في والدروس كلها تتكلم حول علوم الميتافيزيكس، وأنت قوة، وأنت نشاط، وأنت فرح، لا تسمع غير هذا، لا تسمع، كل الذي تسمعه. حتى الطفل، الطفل ينشأ في هذه المدينة التي هي عبارة عن دولة، نحن مثلا 100 شخص أو 200 شخص، وكلنا نتحدث حول الحب والسلام وطاقة إيجابية، وأنت الله، وأنت القوة، وفرح وتسامح ومحبة وتصفيق، تصفيق وغناء باستمرار. ترى ليس هناك لا مرض لا موت، ليس هناك، يعيش الإنسان مستمر، مبدع، قوة، حتى الجسم يبقى بالشباب. هناك كائنات في الكون تعيش الشباب الأبدي، تعيش الحب الأبدي، ليس في حياتهم موت، ليس في حياتهم مرض. من أين أتانا الموت ومن أين أتانا المرض؟ لأن الموت والمرض مغروس كحقيقة في العقل الباطن. كم مرة سمعت شخص قال أنا متقاعد أو أحلت على التقاعد، أصبح حقيقة. كم مرة سمعت امرأة كبيرة في العمر وامرأة شابة، أو رجل كبير أو رجل شاب، كم مرة؟ تريليونات، ممكن أكثر. يتحدد الإنسان. فدائما نقول أن حقيقة الإنسان هو ضوء، لا يموت، لا يتمرض، لكن حدد، أسقط. هناك مؤامرة كونية عملت ضدنا، مؤامرة كونية، أسقطونا في البعد المحدود، أسقطونا. أين هذا السقوط؟ السقوط تراه في الأديان، هذا يكفر الثاني، وهذا يقول ديني صحيح، وهذا يقول ديني غير صحيح، عفوا، هذا يقول ديني صحيح
يقول الدين الثاني غير صحيح، وسياسي ضد سياسي، وتاجر منافس لتاجر آخر، و و و و و و صراع بين الأخ والأخ آخر، وأخت مع أختها موجودة، حسد، حقد، هذه المشاعر كلها تخزن في العقل الباطن، يصبح الإنسان محدد. يقول but before considering the source of suggestion we must realize more fully the place أنا هنا. But before considering the sources of suggestion, we must realize more fully the place taken by subjective mind in the order of nature. هنا الآن يأتي الفهم. يقول الآن لكي نسيطر على هذه الحسبة أو هذه المعادلة، يجب الآن أن نفهم أين مرتبة العقل الباطن. يعني أنت، نحن الآن كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني نحن محددين بالعقل المحدود، وهذا العقل المحدود باستمرار يسمع أي شيء يسمعه، أي شيء يراه يصدق به يخزن في العقل الباطن. طيب كيف نحلها؟ يعطي حلول جدا جدا عظيمة، جدا عظيمة، وأنا أقول كل الذي يشاهدني حقيقة محظوظ محظوظ محظوظ. عندما تفهم هذه المعادلة صحتك تتغير، أفكارك تتغير، عواطفك تتغير، حياتك تتغير عندما تفهم هذا الأمر. فالآن هو يدخل من علوم الميتافيزيكس الآن. يعني أنا هو شرح مقدمة نوعا ما، أنا وضحتها كثيرا بعمق حول اللعبة، يعني العقل المادي والعقل الباطن، كيف ينصاد العقل الباطن. الآن هو يبدأ بشرح الأمر أكثر من علوم الميتافيزيكس، فيقول، وانتبه للذي يقوله، يقول يجب أن نحدد الآن أين مكان العقل الباطن، أو ما هو موقف العقل الباطن، أو تسلسل العقل الباطن من الكون. دعونا نوضح ماذا يقصد. يقول If the student has followed what has been said regarding the presence of intelligent spirit pervading all space and permeating all matter, he will now have little difficulty in recognizing this all-pervading spirit as universal subjective mind. الآن من محاضراتنا السابقة لو ترجعون لدينا 6 مناقشات مهمة، ماذا تحدثنا فيها؟ يقول لو يرجع الطالب إلى هذه المحاضرات التي نحن وضحناها ماذا قال؟ قال أن هناك العقل الكوني، وهذا العقل الكوني هو يخترق كل الأشياء المادية وغير المادة. يعني أنت عندما ترى جبل يجب أن تراه من العقل الكوني، أن هذا الجبل هو تعبير الله، أو أن القوة الإلهية تخترق هذا الجبل. القوة الإلهية أو العقل الكوني تخترق الإلكترون، تخترق القماش، تخترق هذا الكأس. القوة الإلهية تخترق عينك، القوة الإلهية تخترق جسمك، وهذه القوة الإلهية أبدية، ليس فيها لا مكان لا زمان، وهي تستمر بالتعبير عن نفسها. فهذا ذكرناه أو هو ذكره. فيقول عندما تعرف هذا، يقول توماس ستراورد، عندما تعرف هذا الآن، يقول عندما تعرف هذا فأنت سوف تواجه أقل صعوبة في تحرير العقل الباطن بهذا المصطلح. إذن هو كيف يحل المشكلة؟ يعني كيف يحل معضلة أن هذا العقل الباطن محصور أو مسجن من العقل المادي؟ فنحن نرتفع بوعينا ونرى العقل الكوني أولا. إذن دعوني أوضح، لأن هذا مهم، مهم جدا. هذه المعادلة، أننا ماذا نعمل هنا؟ هذا العقل الباطن
أرمز له حرف باء باطن، وهذا العقل ميم يعني عقل الحواس الخمسة، العقل المادي البعد الثالث، وهذا ميم هذا الحارس، هذا الحارس يسيطر على العقل الباطن. فكيف نحل المشكلة؟ أنت هنا الآن تترك هذا، هذا تتركه وترتفع إلى العقل الكوني، العقل الكوني في كل شيء، في كل شيء. ماذا أقصد في كل شيء؟ يعني أنت عندما تشرب ماء، تشرب هذا الماء من العقل المادي يقول لك كأس، إذا تراه من العقل المادي يقول لك كأس وماء، لكن من العقل الكوني تختلف. من العقل الكوني أنت ترى الله فتشرب، وأنت ترى الماء أبدي وجسمك أبدي وأنت تعيش في كون أبدي، تختلف. فإذا انتقلنا من المحدود إلى الغير محدود، هذه القفزة الأولى. يقول that it cannot as universal mind have the qualities of objective mind is very obvious. هنا شيء مهم، يقول في هذه القفزة، فنحن الآن اتصلنا بالعقل الكوني، فيقول العقل الكوني من المستحيل أن يرتبط بالعقل الضعيف، بالعقل المادي. يعني نحن عندما طفرنا الآن إلى العقل الكوني، نحن الآن وصلنا هنا، أو أوضحها مرة أخرى، هذا المادة البعد الثالث، وهذا العقل الباطن، وهذا الكوني العقل الكوني كاف كوني. فيقول أنت عندما ترتفع بالفكر إلى هنا، يعني أنت تكون جزء من تفكير العقل الكوني، فالعقل الكوني لا يستطيع العقل المادي أن يسيطر عليه، هذا غير ممكن. هل تلاحظ؟ بمعنى عندما تأتي إليك الأخبار تقول لك فيروس 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 فيروس، لا يؤثر عليك. لماذا؟ لأنك أنت تتصل بالعقل الكوني في النظر. عندما يأتون إليك ويقول لك فقر 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 وأنت مصاب بالفقر، لا تتأثر. وعندما يأتون إليك ويقولون لك زلزال زلزال زلزال، يحدث زلزال ونهاية الأرض والمسيح يأتي والمهدي يأتي وحروب، لا تتأثر. من الذي يتأثر إذن؟ الذي يتأثر الإنسان البسيط الذي لا يعرف هذه العلوم، لأنه الإنسان البسيط هو لا يعرف هذا الثلاثة التركيبات، لا يعرف العقل الكوني والعقل الباطن والعقل المادي، لا يعرف. فهو يسحب، هذا الإنسان البسيط يسحب من الأخبار، فيؤمن أن الفيروس حقيقي، يؤمن أن الزلزال حقيقي، يتحدد، وعندما يتحدد يسيطر عليه بسهولة. وهكذا خاصة في الشرق الأوسط سيطروا على الشعوب بالدين، عن هذه بهذه الطريقة أتوا إلى هذه الشعوب. يقول the universal mind is the creative power throughout nature and as the originating power it must first give rise to the various forms in which objective mind recognizes its own individuality before these individual minds can be can
react upon it. هنا الطفرة الثانية في الفهم، يقول إن العقل الكوني هو العقل الأساسي، العقل المكون للأرض، والعقل المكون لما بعد الأرض، والعقل المكون للجسم. فأنت عندما ترى أن العقل الكوني هو الأساس، العقل الواعي يأخذها كحقيقة، لا يستطيع أن يعارضها، لا يستطيع. بمعنى آخر، أنت عندما تمشي في شارع وأنت ترى الشارع هو من العقل الكوني، وعندما تتسوق وتصرف أنت لا تخاف، لأنك أنت عندما تصرف أنت ترى العقل الكوني. فهو ماذا يقول لنا في هذه الأسطورة؟ يقول أننا نقوم بتدريب العقل المادي. من هذا العقل المادي؟ من المحدود يصعد العقل المادي، يصعد العقل المادي، يصعد، يصعد في الفهم. لكن هذا يحتاج تطور روحي وتطور فكري أكثر. ولهذا ترى مثلاً المسيح، أنا لا أقصد أن أدعوك إلى المسيحية عندما أقول المسيح، فالمسيح تراه يمشي على بحر. طيب لماذا نحن لا نستطيع أن نمشي على بحر؟ لأن المسيح الجاب هو لا يرى البحر، هو يرى من الكون، من العقل الكوني، فيرى البحر هو جزء من العقل الكوني. مجرد مثال يعني. عندما تبدأ تمرن العقل الواعي، تمرن العقل الواعي وتوجهه إلى الأعلى، المادة تفقد قوتها. يعني المرض يفقد قوته، الخوف يفقد قوته، عندما تشرب ماء مثلا. كيف تمرن العقل الواعي؟ عندما تشرب ماء فأنت ترى الماء عقل الله، وترى الكأس عقل الله، فهذه القناعة وأنت تشرب الماء تصبح جديدة، تصبح قناعات غير محدودة. يعني لا ترتبط بالزمن والمسافة، وبالتالي ترى مثلا كيف في قبائل الشامنز، مثلا في قبائل أمريكا اللاتينية، يصلون صلوات معينة ويحركون الرياح، أو ترى قسم يمشون على بأرجلهم على النار مثلا، على جمر أو صخور نارية مثلا، يعني لأن قوتهم جعلوها ليست من المادة، جعلوها من العقل الكوني. يقول and hence as a pure spirit or first cause it cannot possibly be anything else than subjective mind and the fact which has been abundantly proved by experiment that the subjective mind is the builder of the body shows us that the power of creating by growth or from within is the essential characteristic of the subjective mind. يقول ولهذا من هذا المنطلق وبعد التجارب الكثيرة التي عملوها، يقول ومن هذا المنطلق وبعد التجارب الكثيرة التي عملت حول العقل الباطن، وجدوا أن العقل الباطن متصل مع العقل الكوني،
وعندما أنت ترجع هذا الاتصال، يعني أنت عندما تعيد الاتصال، اتصالك العقل الباطن مع العقل الكوني، أنت ترجعه عن طريق تغيير الوعي. هذا مهم جدا 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 الآن الذي يقوله. فنحن نصبح آلهة. كيف؟ أنك أنت تبدأ يقول تفكر من الداخل وليس من الخارج. والآن يعني هذه المعادلة أكتبها، أريد أن أكتبها. سابقا في السابق، أنت كنت تفكر من الخارج إلى الداخل، يعني طريق عقل مادي إلى عقل إلى العقل الباطن. الآن تغير التفكير، أنت تفكر من الداخل إلى الخارج. أنت تفكر من الداخل إلى الخارج، بمعنى أنت تفكر أولا من الغير محدود وتضعه على التفكير المحدود. بمعنى أنت تفكر أولا من الغير المحدود وتضعه على التفكير المحدود. سابقا أنت كنت أنت كنت تفكر من المحدود وتسجن بسبب التفكير المحدود وتسجن العقل الباطن. هذا سابقا. أنت كنت تفكر من المحدود وتسجن بسبب التفكير المحدود تسجن العقل الباطن. بكلمة أخرى، أنت كنت تحدد العقل الباطن بالمحدود بدون أن تشعر. بمعنى المرض ينتج بسبب أن الإنسان جعل المحدود أولاً قبل الغير محدود فتمرض الإنسان. ينتج بسبب أن الإنسان جعل المحدود أولاً قبل الغير المحدود فتمرض الإنسان. نكسر هذا، كيف نعيش من الداخل، نعيش من الغير المحدود فينكسر المرض. هل تلاحظون؟ هنا يقول، we may say that، أريد أن أقرأ هذا مهم. يقول we may say that wherever we find creative power at work there we are in the presence of the subjective mind, whether it be working on the grand scale of the cosmos or on the miniature scale of the individual. فيقول في أي نقطة من نقاط حياتك أنت عندما تعيشها من الغير المحدود، في أي نقطة من نقاط حياتك عندما أنت تعيشها من الغير المحدود، سواء أنت تفكر بعلوم الكون أو بشؤون حياتك، الاثنين، سواء تفكر في علوم الكون أو تفكر في شؤون حياتك، عندما تعيش من الغير المحدود فأنت انتصرت.
يعني شؤون حياتك. أنت مثلا تصرف دولار أو 10 دولار، عندما تفكر من الغير المحدود الدولار يزداد. يعني أما من شؤون حياتك أو من أعماق أعماق الكون، عندما تبدأ بناء حياتك من الغير المحدود كل شيء في حياتك يتغير، يجب أن يتغير، لأنه هو الغير المحدود. كما يقول توماس رورد، هو الذي أسس الكون، هي هذه محاضرة أدفانس، يعني أنا أريد أن أكرر هذه لطلاب الصف الثاني. هذا الكتاب محاضرات أدنبرة، كتاب محاضرات أدنبرة، لدينا 6 مناقشات مهمة شاهدها، جدا مهمة. هذه المناقشة رقم 7، فأدفانس يعني هو الكتاب هذا أدفانس، فيه يعني مفاهيم عليا في هذه المعمارية، يعني في هندسة معمارية العقل الباطن والعقل الكوني. هنا يقول: We may therefore lay it down as a principle that the universal all permeating intelligence which has been considered in the second and third sections is a purely subjective mind and therefore follows the law of subjective mind, namely that it is amenable to any suggestion and will carry out any suggestion that is impressed upon it to its most rigorously logical consequences. بمعرفتنا لهذه المعادلة، إن حتى العقل الكوني، يعني الله نفسه معطينا قوة اختيار، يعني حتى العقل الكوني أنت تستطيع أن تتعامل معه، أما من المحدود أو الغير المحدود. يعني أنت عندما تؤمن بالمرض، فالعقل الكوني يتصل بالعقل الباطن ويعطيك مرض. يعني حتى العقل الكوني هو تحت تأثير، ها، ماذا أنت تعتقد؟ نعم، العقل الكوني هو الله، لكن هذا الله القوة يعطينا فرصة أن نختار أو كيف نعيش. نؤمن بالفقر، لا نؤمن بالفقر، نؤمن بالسعادة، لا نؤمن بالسعادة، نؤمن بالأحزان، لا نؤمن بالأحزان. أوكي. يقول: The incalculable importance of this truth may not perhaps strike the student at first sight, but a little consideration will show him the enormous possibilities that are stored up in it. And in the concluding section, I shall briefly touch upon the very serious conclusions resulting from it. For the present, it will be sufficient to realize that the subjective mind in our self is the same subjective mind which is at work throughout the universe, giving rise to the infinitude of natural forms with which we are surrounded, and in like manner, giving rise to ourselves also. يقول: ربما هذا المبدأ يصدمك، لكنه هو يقول، لكنه سوف تتعرفون أكثر وأكثر ماذا أقصد، أو هو سوف يوضح أكثر أكثر ماذا يقصد. لكن يقول: المهم أنك يجب أن تعرف الآن أن العقل الباطن يحمل صفات العقل الكوني، فالعقل الباطن نستطيع أن نقول هو الله نفسه في الإنسان. فأنت عندما ترى أن عقلك الباطن غير محدود، أنت بمعنى نقول تتصل بالعقل الكوني. وهنا هو يضيف شيء مهم: بالتالي أنت سوف تفتح أمامك فرص غير محدودة، لأنه العقل الباطن الذي فيك هو عقل غير محدود، بمعنى تفتح فرص ليست فقط غير محدودة، ما فوق ما تعتقد. لماذا؟ لأن العقل الباطن يحمل نفس صفات العقل الإلهي. العقل الباطن عقل أبدي، العقل الباطن ذكاء، العقل الباطن قوة، العقل الباطن إبداع، لكن بغير حدود.
يقول it may be called the supporter of our individuality and we may loosely speak of our individual subjective mind as our personal share in the universe mind. فهنا ممكن يعني أن نصفه العقل الباطن أنه هو الذي ينجحنا في حياتنا ونحن نعيش على الأرض هكذا يعني. وممكن أيضا أن نصفه العقل الباطن أنه مشترك مع العقل الكوني. فنقطتين يعني ممكن النقطة الأولى أن العقل الباطن عندما نعيش من العقل الباطن فهو الذي ينجحنا في الحياة على الأرض. وأيضا ممكن نقول أنه نحن نتشارك يعني العقل الباطن يكون جسر متصل مع العقل الكوني أو نقول نحن مشتركين مع العقل الكوني يعني عن طريق العقل الباطن نحن نكون قد اشتركنا مع العقل الكوني لأنه العقل الكوني صفات العقل الكوني حملت فينا. يقول this of course doesn't imply the splitting up of the universal mind into fractions and it is to avoid this error that I have discussed the essential unity of spirit in the third section. هذا شيء مهم. يقول وأنا لا أعني هو يقول شيء مهم. يقول أنا لا أعني أنني قسمت العقل الكوني إلى أقسام. العقل الكوني غير قابل للتقسيم. وهو أيضا قال سابقا أن يعني هو كل شيء الله. يعني هو أريد أن أقول العقل الواعي والعقل الباطن والعقل الكوني هو واحد. هذه مجرد تسميات. لكن الفهم هو الذي أدى بنا أو قلة الفهم أو إصابة الإنسان بالجهل فهو الذي سقط من معادلة النجاح. فهو يقول أنا لا أجزئ العقل الكوني وأقول هو توماس رورد يقول أنا لا أجزئ العقل الكوني وأقول أن العقل الكوني جزء منه للعقل الباطن والعقل الكوني جزء منه للعقل الواعي. يقول لكي نتجنب هذا الخطأ في التوضيح يقول ارجعوا إلى محاضراتنا السابقة وأنا وضحتها مسألة الاتحادية لأنه توماس رورد هو مفكر اتحادي يعني الكل في الكل واحد. نحن كلنا أتينا من كون واحد، نحن كلنا روح واحدة، نحن كلنا مصير واحد، فكر واحد. هنا يقول but in order to avoid too highly abstract conceptions in the present stage of the student progress we may conveniently employ the idea of a personal share in the universal subjective mind. لهذا يقول ولحل الغموض للطالب الذي يبدأ مسيرة علوم الميتافيزيكس فهو يقول هذا يقول من أجل أن نساعد الطالب الذي يريد أن يفهم هذه العلوم فممكن أن نقول أن العقل الباطن يشارك العقل الكوني يعني لا تستطيع أنت أن تقول مثلا أنت لو أصبحت أستاذ في علوم الميتافيزيكس وتبدأ بتدريس طلاب بدأوا دراسات علوم الميتافيزيكس فأنت لا تستطيع أن تقول لهم يا طلاب أنتم الله ينصدمون. ممكن تقول لهم أن العقل الباطن يشترك مع العقل الكوني هكذا يعني هو كما يقول. أو شريك العقل الكوني بهذه التسمية الأصح. يقول to realize our individual subjective mind in this manner will help us to get over the great metaphysical difficulty which meets us in our endeavor to make conscious use of first cause. هو هذا الصعب الآن يعني أنت الآن تبدأ الميتافيزيكس يعني الصعوبة أين هي الصعوبة؟ كيف تحول ترددات فكرك من المادة وتصعد وتفكر من العقل الكوني؟ لماذا يقول هذا؟ هو لماذا يجب علينا أن نفكر من العقل الكوني؟ لأن العقل الكوني هو الفيرست كوز
يعني المسبب الأول للوجودية، للوجود. فأنت عندما تنظر إلى المادة، إذا أنت تنظر من الخارج، أنت تعيش الوهم، لأنه أنت هنا نظرت إلى النتيجة، أنت لم تنظر إلى المسبب الأول. فتوماس تروارد هو يريد أن ينقلنا، أن يغير وعينا من أن نفكر من النتيجة، لا نفكر من النتيجة، وإنما نفكر من المسبب الأول. يعني عندما يظهرون لك ورقة يقولون لك أنت مريض، أنت يجب أن لا تراها، هذه نتيجة، أنت يجب أن ترجع إلى المسبب الأول الذي هو العقل الكوني. فهو يقول هذا صعب بالنسبة للطالب، أو هذا هو جدا صعب، يعني حتى للبروفيشنالز، حتى صعب للأخصائيين في علوم الميتافيزيكس، بمعنى أنت تترك الزمن والمسافة وتعيش من العقل الكوني الذي هو بدون زمن وبدون مسافة. هذا صعب، يحتاج فهم أكثر، يحتاج تطبيق جلسات استرخاء أكثر، لأنه عندما لا تعيش من المسبب الأول، عندما لا تعيش من العقل الكوني، إذا تعيش من المادة فأنت تكون عرضة للأمراض، للفقر، للمخاوف، للقلق. يعني أوضحها بهذا الشكل. أنت هنا وهذا باء، عفوا، هذا العقل المادي، يعني العالم البعد الثالث، عقل الحواس. وهذا عقل كوني. أوكي. فأنت إذا لا تعيش من العقل الكوني، إذا ألغيت العقل الكوني وبدأت تعيش من هنا من المادة، فأنت تكون عرضة، فقر، مرض، إلى آخره. هل تلاحظون؟ نصفك هذا الجزء، هذا الجزء هو العقل الباطن الذي هو له اتصال بالعقل الكوني، فحفزه، حفز هذا الاتصال. كيف تحفزه؟ عن طريق الفهم الذي وضحناه. وكيف تحفزه أكثر؟ عن طريق الفهم أكثر، ترجع لدروسنا، محاضراتنا، وخاصة أرجع إلى المناقشات الستة الموجودة أيضا في، يعني ناقشناها، حلقات جدا جدا مهمة حقيقة في فهم طبيعتك. فهي في النهاية كل هذا يؤدي إلى أننا نعيش حقيقتنا. ما هي حقيقتنا؟ حقيقتنا أننا الحب المطلق، الإبداع المطلق، السلام المطلق، الجمال المطلق، الفرح المطلق. أتوقف إخواني وأخواتي في هذه الحلقة، الأمر عميق حقيقة، لكن وضحنا أيضا مبادئ مهمة جدا 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 من هذا الكتاب الرائع، كتاب توماس تروارد، محاضرات أدنبرة. نصلي من أجلكم إخواني وأخواتي، الرب يبارككم، يبارك أفكاركم، يبارك حياتكم، يبارك ظروفكم، وتعيشون وأنتم ممتلئين بالقوة الكونية، أنتم ممتلئين بالذكاء الكوني، بالسلام الكوني، بالفرح الكوني، والإبداع الكوني. أراكم في حلقات قادمة. أخوكم شون روبي.